اهلا وسهلا احبتي، محبكم ابو طارق. راح اتكلم عن مشكلة ضغط الاطارات. احيانا ضغط الاطارات في السيارة ما يبين عندك ويظهر بهذه الطريقة، مثل ما نلاحظ راح يظهر احيانا بهذه الطريقة، مجرد اشارات كذا ثلاث، يعني مثل النقاط كذا. ففي هذه الاشكالية طبعا لما تكون عندك مثل هذه المشكلة، اول حاجة تعملها انك تقوم بتعبئة الإطارات بالضغط المناسب، يعني تشوف ضغط الإطارات المناسب في السيارة بجانب يعني بجانب باب السائق، راح تحصل ضغط مناسب عادة يكون من 33 إلى 35، وتعبي جميع الإطارات بالضغط المناسب. وإذا ما ظهرت عندك هذه، معناته في عندك إشكالية ثانية. فأول خطوة تقوم فيها انك تعبي الاطارات بالضغط المناسب، جميع الاطارات طبعا، واذا كان سبير او الاطار سبير يعني مربوط بالحساسات لازم تعبيه ايضا بالضغط المناسب. اذا ما تعبوا فمعناته عندك اشكالية ثانية، ممكن يكون حساس واحد منهم خربان، او عندك غالبا تكون عندك حساس واحد من الحساسات خربان. طبعا اذا كان واحد من الحساسات خربان فجميع الحساسات ما راح تعمل عندك. فأنا حاليا ظاهرة عندي هذه الإشكالية، أول حاجة راح أقوم طبعا أن أعبيها بالضغط المناسب 33 تقريبا، وبعدها ننتقل للخطوات الثانية. طبعا هذا وصلت إلى ضغط الهواء، راح أعبيها بالهواء بضغط الهواء المناسب، وإذا ما ظهرت معناته في واحد من الحساسات عندي في مشكلة. اهلا وسهلا احبتي من جديد. طبعا عبيت الاطارات قبل شوي على ضغط 33 بي اس اي، وللاسف ما ظهر عندي الضغط. طبعا في العاده تنتظر عليه فتره، انا راح انتظر عليه فتره وممكن يظهر، لكن اذا ما ظهر يعني في بعد تقريبا ساعه ساعتين ثلاث، ممكن بعد يوم ما ظهر، معناته في عندك إشكالية في أحد الحساسات. طبعا راح أروح وأفحص الحساسات، طبعا في جهاز يفحص الحساسات عادة سعره 5 ريال، يقرب الجهاز من الإطار من الحساس ويعطيه إشارة. طبعا إذا كان شغال راح يعطيه صوت، وإذا ما شغال راح يعطيه راح يبين عنده إنه ما شغال. أهلا وسهلا أحبتي. طبعا أحبتي في الصباح أنا خليت السيارة بالليل، وقمت الصباح تقريبا يعني بعد حدود 10 ساعات أو 12 ساعة، وحصلت ضغط الإطارات ظاهر في السيارة. طبعا صورت المقطع بالليل لكن الإشكالية انحلت الصباح. فإذا أحبتي بداية نقوم بتعبئة الإطارات بالضغط المناسب، و90% راح تنحل عندك الإشكالية. وبعد ذلك إذا ما انحلت انتظرت يوم تقريبا أو يوم ونص أو يومين وما انحلت الإشكالية، معناته لازم تفحص على الإطارات بالكمبيوتر. تحياتي لكم أحبتي، لا تنسوا الاشتراك واللايك والشير والسبسكرايب، ومحبكم أبو طارق، نراكم في مقطع آخر بإذن الله.